أن هذه الرسالة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلس واحد بعد صلاة العصر، وقد نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما، وما زال أهل السنة منذ ذاك الوقت، وهذا قد مضى عليه 700 عام، وأهل السنة يستفيدون من هذه الرسالة التي كتب فيها اعتقاد أهل السنة باختصار، واقتصر على ما دل عليه الكتاب والسنة، مسائل التي دل عليه الكتاب والسنة، وتجنب كثير من المسائل الخلافية. وهذه الرسالة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل واسط، وأهل واسط في العراق زاروه فسألوه أن يكتب لهم اعتقاد أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وضمنها كثير من الآيات من القرآن، حتى أن الذي يحفظ القرآن حافظ كتاب الله سهل عليه جدا يحفظ هذه الرسالة، واللي مش حافظ القرآن أيضا سهل أن يحفظها، فهي نافعة جدا جدا، ما زال العلماء يتداولونها وينصحون بها ويستفيدون منها.